بسم الله الرحمن الرحيم. أصبح نحن نحكي عن الحجاج. الحجاج جوفين، جوفين، كل إنسان فيه جوفين بشكل هرمي متناظرين، ذروتهم في الخلف، يعني الهرم أعطوا له ذروة في الخلف، يعني جدارين أنسيين متوازيين، البعد بيناتهم 2.5 سنتي، يعني تقريبا بعد المسافة بين العينين. بيهمني بهم إنه في شو هي الفتحات الموجودة بالحجاج، بذروة الحجاج. في عنا الفتحة البصرية، في عنا الشق الحجاجي العلوي والسفلي. لازم نعرف إنه الفتحة البصرية شو بتحوي؟ الشق البصرية اللي فيها العصب البصري، العصب البصري والشريان، الشبكة المركزي والأبرية والوريد. في عندنا الشبكة الودية، شبكة الأعصاب الودية، هي بالنسبة للثقب البصرية. بالنسبة للشق الحجاجي العلوي، في عندنا الأعصاب المحركة للعين اللي هي الثالث والرابع والسادس. وفي عندنا جدر الحجاج، عندنا الجدار العلوي والسفلي. أهم شيء لأن الجدار العلوي هو بشكل ثقب الحجاج، وفوق بيجي الفص الجبهي للدماغ، يعني أي تخرب فيه أو تأذي ممكن يصير بالعين، في يحوز نابض، يحوز نابض. لما بصير في تأذي بسقف الحجاج، ولما بصير في تأذي بسقف الجيب اللي هو الجدار السفلي، بصير في إنه حواس، حواس يعني العين ما بده تبين، بترجع لورا. بصير كمان ممكن إنه تنحشر عضلة من العضلة السفلية المستقيمة السفلية، تنحشر بالكسر أو بالفقدان الجزء اللي منه الجدار السفلي، وممكن انه العين تتحدد حركتها. طبعا هي لها علاج جراحي. هلا في الجدار الانسي، الجدار الانسي بهمنا لما بصير في كسر جدار انسي هو كثير لانه رقيق، ممكن يصير في ما بسموه بلو اوت، يعني بينتفخ، تنتفخ العين. بشوفوا فكره كثير اذا واحد اكل ضرب على ناحية الحجاج سنبيد أو بأي شيء، بتلاقي المريض لما بيساوي إنه بده ينف أنفه ممكن يفوت الهواء من الأنف لتحت النسيج تحت الجلد، فبتلاقي بينتفخ الأشفان، بتنتفخ الأشفان القلبية والسفلية. ومنلاقي حس برقع، يعني إذا بيمد إيده واحد على الجلد وبيضغطه تلاقي بحس بالهواء بضمن هالمنطقة. طبعا هون علاجه بسيط، إنه نقول له للمريض لمدة أسبوعين ما يحاول يضغط الهواء من أنفه، ومضاد وزني بيروح ماشي بين ما يتمم بالمنطقة المتأذية. فتحات الحجاج إنها شو بتحوي؟ فتحات الحجاج أهم شيء إنه الشق الفتحة الحجاجية أو الشق الحجاجي العلوي بيحوي الأزواج القحطية والعصب العيني الحسي من العصب من الزوج الثالث والخامس. أبعاد الحجاج الأرقام يعني ذكرتوها، معلش نيجي لأمراض الحجاج. أول شيء الجحوز، الجحوز عندنا الجحوز والحواس، جحوز بروتوزيس والحواس اندوفتالمس. فالجحوز هو تبارز كرة العين للخارج. كيف منقيس الجحوز؟ بالمسطرة من الحافة الوحشية للحجاج لمركز القرنية. يعني إذا جاكم سؤال الفحص مثلا نقيس الحجاج من حافة الأنسية للحجاج لمركز القرنية، غلط. من جذر الأنف لحافة القرنية، غلط. يجيب قياسه من الحافة الوحشية للحجاج لمركز القرنية، ويقيس تقريبا بمعدل وسطي 14 ميلي
بالنساء هذا الشيء يعني، وبالرجال أكثر شيء 18. هاي المسطرة مثل ما شايفين من حافة الوحشية للحجاج من اللحاظ الوحشي لمركز القرنية، يسوى هنا يطلع تقريبا شيء 14 ميلي. هلا الجحوز له أشكال مختلفة حسب سببه، في عنا أسباب متعددة، عنا جحوز ردي وجحوز ردي. الجحوز الردي من 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 الردود اللي بتصيب الحجاج بيؤدي إلى حدوث نزف خلف المقلي، نزف خلف المقلي أو نزف في الحجاج، أو بيصير انصباب غازي من الأنف، أو بيصير غالبا دموي. يصير الجحوز الدموي اللي بيدفع المقلي للأمام. بيتم تنزف الوعاء لحتى يصير ضغط عالي جدا على الوعاء حتى يوقف النزف. هون إذا كان الوعاء المتضرر شرياني فممكن يأثر على العصب البصري أو يأثر على العصا الشريان الشبكي المركزي، ممكن يقطع التروية وبالتالي ممكن يفقد الرؤية. لذلك هون لازم لما بصير نزف جحوز دموي لازم نقيس ضغط العين ونراقب الحدقة. الحدقة بطلت تدفع معناتها في تأذي كبير، لازم نفتح ونفجر الدم هذا اللي وراء العين كله طريقة جراحية. هذا أحيانا بصير النزف جحوز الدموي أحيانا أثناء التخدير خلف المقلي من شان عمليات العين. الجحوز الغازي مثل ما قلنا هو من كسور الآتية من الأنف واللي حكينا عليه من شوية، اللي بصير فيه هو فقاعة هوائية تحت الجلد. لما نيجي للبحث الثاني اللي هو الجحوز الغدي، جحوز الغدي بفرق نشاط غدية الدرق، هذا لازم نعرف انه بصير بالنساء اكثر بالعقدين الرابع والخامس. نسبة النساء للرجال كثير عالية 8-1، سببه غالبا مناعة ذاتية. شو سببه؟ احفظوا لنا هالمادة هي اللي هي سكرية مخاطية، جليكو أمينو جليكتان. هذه المادة بتتجمع بالعضلات وبالتالي بيتضاعف حجم العضلات إلى عدة أضعاف، وبالتالي العين بتندفع للأمام بسبب هذا السماكة، هذه السماكة في العضلات. أيضا قد يحدث ارتشاح في النسيج الشحمي والضام، ارتشاح خلوي بالخلايا الأنفاوية والخلايا البيضاء. طبعا هذا كله بيساوي ضغط داخل الحجاج. الجحوز الغدي غالبا بيكون بجهتين، يمكن يبدأ بجهة واحدة لكن غالبا بيصير بجهتين. في عنا خبيث وفي عنا جحوز غدي خبيث وفي عنا جحوز سليم. الجحوز الخبيث بيكون شديد جدا، الجحوز الشديد بيكون سريع وممكن يؤدي لفقد الرؤية وغير قابل للرد. أهم شيء الكلمة إنه بتفرق بين الجحوز الدرقي السليم، إنه غير الخبيث غير قابل للرد، بينما في السليم قابل للرد، يعني ممكن إذا عالجنا بيرجع أما الخبيث ما بيرجع. الأول ممكن يكون الجحوز شديد جدا بالخبيث بحيث إنه تنكشف الارتجاج العضلات، يعني العين بمعنى ثاني إنه العين ما بتنغلق أبدا، دم العين مفتوحة. هلا إذا دمت العين مفتوحة عدة أيام حتتفرح ويصير التهاب باطن العين من وراها، ممكن يفقد المريض الرؤية. طبعا العلاج إسعاف لهم بهالحالة إنه نعطي جرعات عالية من الكورتيزون، نعطي لحد نص غرام. هون كاتبين مقدار 800 بس هو الأفضل نعطي نص غرام بالوريد بشكل إسعافي من الستيرويدات، ونعطي التروكسين منشان نخفف الحالة بسرعة خلال 48 ساعة بتتراجع الحالة، بعدين نعطي جرعات دائمة لمدة عدة أشهر. الجحوز الخمجي كمان مهم، الجحوز الخمجي جدا
عندنا التهاب الهلل قبل الحاجز والتهاب الهلل قبل الحاجز بعد الحاجز. شو يعني الحاجز؟ في حاجز سبتوم هذا موجود في بين المنطقة الأمامية للعين، القسم الأمامي للعين والقسم الخلفي. القسم الأمامي اللي بيكون تام ارتكاز العضلات، القسم الأمامي هذا في حاجز بيربط بين كرة العين المقلية وسقف الحجال. الحاجز هذا بيمنع إنه إذا صار إنتان بالمنطقة الأمامية إنه يروح للخلف. الالتهاب النسيج الهلال أو النسيج الخلالي الخلوي تحت الجلد أمام الحاجز بيؤدي إلى تورم مثل ما شايفين هون بالصورة، إنه بصير توزم شديد في الأشفان. ليش صار التوزم؟ لأنه في عنا ارتشاح التهابي تحت الجلد سبكوتينس والأنسجة اللي تحته أدت إلى انغلاق العين بشكل كامل. هلا في عنا التهاب الهلال خلف الحجاز، هذا الالتهاب الأمامي أمام الحاجز سببه هو بيكون بردة أو جرح متقيح، يعني إصابة أمامية إنتانية. أما التهاب الهلال خلف الحجاز ممكن يصير بعد تداخل جراحي، إنه فتحنا هنا بالعمق مثلا مثل الحوال مثل فصال شبكية، أو ممكن يصير بسبب انتقال الإنتان من كيس الدم مثلا أو من الجيوب. فهون بصير حالة بتختلف اسمها حالة إسعافية وخطيرة. هلا شو الفرق بين الاثنين؟ التهاب الهلل أمام الحاجز وخلف الحاجز. أهم شيء إنه الهلل قبل الحاجز بنعالجه بالبيت، نعطي صوت حيوي قوي، نعطي مضادات وزنه وبنراقب. الهلل هون قبل الحاجز ما بصير في تأثير على كرة العين، يعني بنلاقي الحدقة متفاعلة، بنلاقي حركات العين لا زالت موجودة، فمعناتها الأمور بس خارج كرة العين. بينما التهاب الهلل خلف الحاجز بنلاقي الحدقة متوسعة غير متفاعلة، ومنلاقي حركات العين مفقودة، يعني شيء بيصير جحود العين، جحود كرة العين. بينما بالهلال التهاب الهلال أمام الحاجز ما بصير جحود. هذول الفروق لازم نحفظهم. الالتهاب المعالجة الالتهاب الهلال خلف الحجاج خلف الحاجز هذا حالة إسعافية خطيرة يجب معالجتها بالمشفى. بينعطى مضاد حي واسع الطيف في الوريد، وقد نحتاج إلى تداخل جراحي. في عندنا الورم الكاذب في الحجاج. الورم الحاجز هو مجهول السبب، ننسب الصفر إنه بصير عندنا جحود مثل الصورة، هي جحود وكأنه في ورم. طبعا هون حركة العين بتخف، بتصير عنا مثل ما شايفين الجفن بيرتخي، بصير انسداد جفن، بصير قطع ملتحمة. هون الشكلة بيفكر واحد شيء غريب، الشكل بالورام. بنعمل صورة تصوير طبق محوري أو مردان، فبنلاقي ما في كتلة، ما في شعر دافع، بنسميه ورم كاذب في الحجاج. هذا علاجه جرعة كورتيزون فترة أسبوعين بيتراجع. الجحود الوعائي انه بيكون غالبا في عنا ورم وعائي انجيوما بيكون ضمن الحجاج، فبيعطي نبضان او بيعطي نبضان في المنطقه. عند الجحود الورمي، الجحود الورمي شو هو الجحود الورمي؟ بيكون في ورم خلف المقلي عم بينما بشكل تدريجي وطيء، بيكون وحيد غالبا وحيد الجانب لأن الورم نادر إنه يصير بورتين، وبيكون اتجاه الجحود حسب مكان الورم. يعني إذا كان بالأنسي بتنتفع العين للوحشي، إذا كان بالوحشي بتنتفع العين للأنسي. هلا ممكن يكون الورم حتى مو يكون بالحجاج، ممكن يكون بالجيب الفكي
نمى كثير وخرب سقف الحجاج ودفع العين لبرا وساوي الجحود، فما شرط يكون بالحجاج، ممكن يكون من الجوار. هلا هون الجحوز الورمي بيصير عند كبار السن، وبيكون بتتأثر الأعصاب البصرية، العصب البصري والأعصاب الحسية والحركية، والقصة اللي عم تنمى باستمرار، والجحوز غير قابل للرد. هذا كله بوجهنا الجحوز الورمي. هو أصلا أي حالة جحوز هنا مباشرة لازم نعمل تصفية طبقي محوري أو مرنان، ومنحدد شو السبب. إذا كان ورمي طبعا بنعالجه بجراحي حسب السبب العلاج. متلازمات الحجاج تقروها، قراءة، الخواص اندو اينو فتالموس، اينو فتالموس مو اندو فتالموس، اينو فتالموس هو غؤور المقلي، الخواص اصبح هو غؤور المقلي. طبعا هون بنقيسه مثل ما بنقيس الجحوز، من حافة الحجاج لمركز القنيفة بنلاقي المسافة أقل من الطبيعية اللي هي الحد الأدنى 10 ميلي، بنلاقي أقل من 10 ميلي، وبالتالي العين غائرة. شو السبب؟ طبعا هون العين هي تركض على وسادة شحمية، ففي سبب يا اما الوسادة الشحمية بتكون ضامرة عم تضمر عند الشيوف، او في كسور وردود بالحجاج سببت هذا الشيء. هلا هون بيهمني انه تعرفوا انه اهم سبب بالنسبة للخواص هو الشلل الودي الرقبي، اللي انه بيمروا الشبكة الودية الرقبية بتمرق من الثقب البصرية. إذا صار في شلل بالودي الرقبي بيؤدي إلى حدوث خواص. هون بتكون الحدقة غير متفاعلة، لأنه بتعرفوا الأعصاب الودية بتوسع الحدقة، فهون إذا كان صار في شلل فمات الحدقة ما تتحرك ما تتفاعل. خلل الانكسار حكينا عليه، حكينا على أنك جهاز بصري سواء البصر، إن سواء البصر هي إنه يقع الخيال على الشبكية، وحكينا على الحسر وعلى المد بالدرس الماضي، إن حكينا إنه في مد وفي حسر وفي لا بؤرية وفي ندام عدسي في قصو بصر. بالنسبة لحسر البصر، أمس نسيت لكم كنت تحفظوا شروط الجراحة، جراحة الانكسار اللي هي بدها تكون بسن مو أقل من سن 18، يعني من دائما بتكون فوق سن 18 حتى يكون صار اكتمل النمو، يعني ما نعمله بيصير بعدين حسر، لأنه ممكن أحيانا الحسر يمتد غالبا هو 18، ممكن انه يمتد بعد ال 18 لسن ال 20 و 25. فهون نحن حتى نعرف انه الحسر عم بيزيد ولا ما عم بيزيد بعد 18، ممكن انه نقيس الانكسار بفترة سنة تقريبا، اذا لقينا انه والله ما عم بيتغير ابدا ابدا فممكن نساوي ب 18، اذا لقينا والله لسه عم بيزيد بنستنى لبعد 18. وطبعا في شروط تانية هي انه ما يكون في جفاف بالعين، يعني في ناس عندهم جفاف دمي، ما يكون في سكري، ما يكون في حمل مضاد استطباب، ايه هذول اظن ياهم، ما يكون في قرنية رقيقة، قرنية بدها يكون لنا شروط انه يكون السماعة كمان يكون تحت ال 450 ميكرون مركز القرنية، والحسر العالي إذا كان في ثقب بصري لازم نعالجه قبل ما نعمل جراحة الانكسار.
حكينا عن حصر البصر، عن تبدلات الشبكية بحصر البصر، حكينا عن الثقوب الشبكية، إن في شكل نعل الفرس، في شكل مدور، يعني أشكال عديدة، في عنا تنكسات هون مثل اللي شايفينها بالمحيط، تنكسات بالشبكية، هي التنكسات بتصير كتير بالحصر البصر، وممكن مع الوقت تزيد التنكسات وممكن تلتصق مع الزجاجي وتتمزع، حركة الزجاجي بتساوي لنا ثقوب، والثقوب تتحول لانفصال شبكية. حكينا عن تبدلات الجسم الزجاجي. حكينا عن اللابؤرية، إن في إلى موافقة للقاعدة، في مخالف للقاعدة، إن الموافق للقاعدة بتكون القوة الكاسرة للمحور العمودي أكبر من المحور الأفقي، مخالف للقاعدة عكسه، وأن في لابؤرية مائلة، ومثلا ما شرط يكون إنه المحور على 90، ممكن يكون على 120 أو ممكن يكون على 140 هيك يعني. وحكينا عن هي اللابؤرية المنتظمة، في عندنا بعدين اللابؤرية العدسية. اللابؤرية العدسية هدول اللي بتصير أثناء تطور الصاد، فهي ما بتتعالج، ما بتستفيد عن المعالجة إلا باستخراج الصاد. إن اللابؤرية البسيطة، في لابؤرية مركبة ولابؤرية مختلطة. اللابؤرية البسيطة يكون أحد المحاور سوي والمحور الآخر في خلل، يعني على المحور 90 بنلاقي مثلا زائد درجه، على المحور 180 ما في ولا درجه، هذا اسمه لابؤريه بسيطه. بس اللابؤريه مثلا ممكن تكون مديه او حصريه، يعني زائد مثلا درجه قصيره على 100 على 90 درجه زائد، او ناقص درجه على 180 حصر مثلا، هذول اسمها لابؤريه بسيطه. اللابؤريه المركبه بيكون في عندنا مد وحصر، عندنا محور في مد ومحور في لا مدي مدي ودي او حصري حصري، يعني بنسان بنلاقي على المحور 90 زائد 3 على المحور 180 زائد 2، فهي اسمها لابوري مركبه. اللابوري المختلطه بتكون متعاكسه، مثلا المحور العمودي بيكون مثلا زائد 3، المحور الافقي بيكون ناقص 3، فهي اسمها لابوريه مختلطه. النظام العدسي حكينا عليه، تفاوت سوء الانكسار حكينا عليه، انه اذا كان اكثر من 3 درجات، سجلوها الملاحظة، اكثر من 3 درجات يصعب تصحيح النظار بالنظارة، لانه بصير ازدواج، فهون بدك تحط عدسة لاصقة او تصليح جراحي للانكسار. اصبح انتبهوا، تفاوت خلل الانكسار بالاطفال خاصة، اذا كان مثلا عين سديدة كان فيها زائد 4، إذا حطينا زائد 4 وصفر الدرجة الثانية في المريض، الطفل غالبا ما بيتحمل، ممكن يشوف الازدواج، فهون ما نحط له عدسة لاصقة. اضطرابات مطابقة حكينا على قصر البصر، وحكينا على وهن المطابقة وشلل المطابقة، إن الشلل بيكون دوائي أو مرضي بشلل العصب الثالث. تشنج المطابقة خلينا أنه بيكون سببه أنك كتر الدراسة أو الأعمال القريبة المجهدة أو أصابة عصبية، غالبا بتصير بالصغار، وممكن نعالجه برعشيات المطابقة. العدسات اللاصقة حكينا عليها، أنه في قاسية، في نصطرية، في طرية، وقلنا كيف في علاجية وفي تجميلية وفي مهنية. تمام، هلا الحوال. الحوال بنعرف انه في عنا 6 عضلات بالعين، 6 عضلات خارجية، يعني لما بنسأل كم عضلة في العين؟ اخي عنا 6 عضلات، بيجي بيقولوا لك مثلا في عنا عضلة المطابقة، عضلة الهدبية، لك اخي نحن عم نحكي على العضلات الخارجية. عضلات خارجية للعين هن 6، عنا المستقيم الإنسي، المستقيم الوحشي، المستقيم العلوي، المستقيم السفلية، وعنا المنحرف العلوي، المنحرف السفلية. عنا بدنا نعرف الوظائف الرئيسية لهم. المستقيم العلوي بترفع للأعلى، العمل الرئيسي، طبعا في أعمال ثانوية إنه بتدور للإنسي وكذا، هي ما يعني ما ضروري نعرفها، بس أهم شيء إنه هي المستقيم العلوي بترفع العين
للأعلى، المستقيمة السفلية بتنزل لين للأسفل، يعني الوحشية بتحركها للوحشي والإنسية بتحركها للإنسي. وفي عدة المنحرفة العلوية والمنحرفة السفلية. المنحرفة السفلية بتدورها للأنسي للأسفل، عفوا للأعلى، فرد من فرد من بدورها للأعلى، والعلوية للأسفل. تمام، هذول العمل الرئيسي للعضلات. ويهمنا نعرف تعصيبهم، إنه كل العضلات تتعصب بالعصب الثالث إلا فضلتين، يعني عندنا 6 عضلات كلهم يتعصبوا بالعصب الثالث إلا مستقيم الوحشية والمنحرفة السفلية، يحفظوها تمام مثل ما عم نجح. كل العضلات اللي تتغذى العصب الثالث إلا المستقيمة الوحشية والمنحرفة السفلية. المستقيمة الوحشية تتغذى بالعصب السادس، المنحرفة السفلية من العصب الرابع. الحبل يعني بعرف انه معقد وبده فحص، يعني بده شرحه كثير، رح نحكي الشغلات الرئيسية فيه. يعني دول اذا بدنا نعمل له شرح للعضلات وعمله وارتكازاتهم بدهم ياخذوا له 3/4 دروس، ونحن يعني ما شايفين خلص ما في عندنا الوقت اللازم، فبنقراهم بسرعه بنركز على الشغلات الرئيسيه. هلا في عندنا هون عندنا عضلات متآزره، عضلات متآزره، عضلات متضاده او ضاده. شو يعني؟ يعني هلا لما بتتحرك العينتين لليمين هي تتحرك بشكل افقي لليمين، شو هن العضلات اللي بتحرك مع بعضهم متآزره؟ في عندنا المستقيمه، مستقيمه الوحشيه اليمنى، والمستقيمه الانسيه اليسرى، هدول بيكونوا متآزرين. يعني انتم تطلعوا على اليمين، طلع على اليمين، شو هي اللي تحرك بين اليمنى واليمين؟ هي المستقيمة الوحشية اليمنى. شو اللي بتحرك العين اليسرى للإنسي؟ حتى تتآزر معنا وتحرك مع بعض بتكون مستقيمة الإنسية اليسرى. هون أعضاء متآزرة مثلا بالحركة العين لليمين بنلاقي إنه المستقيمة الوحشية اليمنى، المستقيمة الإنسية اليسرى. هلا شو العضلات المضادة متضادة؟ هلا هون لما تتقلص العضلة الوحشية اليمنى، لا طبعا العضلة اللي بتعكسها هي المستقيمة الإنسية اليمنى، هي بتكون حالة استرخاء. لما تتقلص اليمين الوحشية تسترخي الإنسية، وهكذا. كمان مثل ما نظر للوحشية لليمين اليسار على النظر الأعلى الأسفل نفس الطريقة. هلا الرؤية بعين، شو الحبل؟ شو الحبل؟ الحبل هو إنه تنحرف العين، أحد العينين عن المركز، يعني العين بتبقى عم تركز والعين الثانية رايحة للأنسي أو الوحشي أو الأعلى أو الأسفل أو مثلا للأعلى والأيمن مثلا هيك، يعني بالميل مائل، هذا اسمه حبل عمودي. هلا شو عندي شيء هلا للرؤية بعين واحدة؟ الرؤية بعين واحدة إنه هنا عندنا عينتين عم بفوت المراكز الضوئي للعينتين، عم بيروح على الشبكية، من الشبكية عم بيروح للعصب البصري، من كلين عم بيروح للمراكز الشبكية للمراكز الدماغية في الفحص في الفص الغزالي.
طيب هذول الروح شو من اي انتين كيف عم نشوفهم بين وهذه؟ عم بصير انه المخ عم بيطبق الصورتين فوق بعضهم، عم بيعطينا رؤيه واحده. هلا اهم شيء هون عندنا الحفيره المركزيه، الحفيره المركزيه متمثله في الشبكيه الى منطقه، وفي دماغ الى ما يقابلها في الفص الخلعي. اليمنى في اليسرى، هون بتعرفوا انه بصير في الطريق البصري، بصير في تصالب الالياف البصريه، في تصالب البصري. بعدين بصير بتروح الطريق البصري في ضمن الدماغ، وبيكون في كل منطقه من الشبكيه مهما كانت الى ما يقابلها في المراكز الدماغيه. فهون منطقه اللطخه اليمنى الى ما يقابلها في المراكز البصري، ومنطقه اللطخه اليسرى الى ما يقابلها. وكل منطقه بالشبكتين لهم ما يقابلها. وهون لما بيجي المنعكس على العينتين هذول حيتمثلوا تماما على الفص بالفصوص بالمراكز الدماغيه، وحتنتقل بيدمغهم، بيدمج الصورتين لانه عم بيجي صورتين مثل بعض، فالمخ بيدمج الصورتين وبيبعث لنا الشعور بالرؤيه المجسمه. فهون اصبح فائده الرؤيه بعين واحده انه الرؤيه عفوا الرؤيه المفرده، يعني رؤيه بانه نشوف صوره واحده، انه عم نشوفها صوره مجسمه سريوبسيس بفضل منعكس الدمج. بدنا نعرف انه منعكس من حتى نشوف رؤية مجسمة في عنا منعكسات دماغية تتطور مع العمر. لازم نعرف انه منعكس التثبيت لأول مرة بيشوف الطفل يتطور معه، ببلش يتطور معه بعمر 6 أسابيع. بعمر 6 أسابيع الولد بصير يلحق الهدف ثبت عليه، بس ما بيتثبت بشكل جيد لبعد 3 أشهر. بعمر 9 سنين اكتمل كامل منعكس التثبيت، صار متين وغير قابل للعكس. أما قبل 9 سنين طبعا هون المنعكس ثابت وقوي، إذا صار في أي عرقلة ممكن إنه يروح منعكس تثبيت الريتم. إذا راح المنعكس التثبيت بعين واحدة فبصير حدوث الغمش. الغمش هو تدني قدرة بصرية في عين واحدة أو في العينين لعدة أسباب. الأسباب الغمش هو الحرمان التام من التنبيه الشبكي الضوئي منذ الولادة. أسباب الغماش الحرمان التام من التنبيه الشبكي الضوئي منذ الولادة، والذي يحول دون تطور منعكس التثبيت كما في السعد الولادي واستدال الجفن العلوي المغطي للحرم. يعني الطفل المفروض يتطور عنده منعكس التثبيت بعمر لنا عدة أسابيع يبدأ. فهون إذا في عنده الطفل سعد أو الجفن منسدل ما بيشوف الطفل، المنعكس التثبيت ما بيتطور. طب إذا قمنا السعد وقمنا السبب، طبعا نكون أزلنا السبب، معناته هون يبلش يتطور معه منعكس التثبيت. طب إذا تأخرنا، إحنا قلنا بال6 أسابيع بال3 أشهر بصير منيح منعكس التثبيت، إذا تأخرنا لل6 أشهر للسنة طبعا هون كمان بيتطور، ولكن بيكون مو بنفس العمق والقوة إذا كان بلشنا برفع العائق قبل بشكل مبكر أكثر. هلا هون بده يجي منعكس تثبيت إلنا من العينتين، يلي هو منعكس تثبيت بين الهدف وبين اللطخة الصفراء بهي العين، والثاني هذا عم بيروح الدماغ عم بشوف صورة واحدة، عم بيصير في صورة واحدة بالدماغ، هذا عم يتطور معه منعكس الدمج، ومنعكس الدمج هو اللي بيدمج الصورتين، ومنعكس دماغي
وبالتالي ممكن نشوف صورة واحدة. إذا كان صار حرمان لأحد العينين، هون بصير حالة الغماش أو الغطاش. تسمح الرؤية المشتركة بالعينين، يجب أن يتشكل خيال الجسم المنظور إليه على خلايا عصبية شبكية لكلتا العينين، مرتبطة بصريا في القشر البصري الخفوي. هاي العبارة لازم نركز عليها. يتشكل خيال الجسم المنظور إليه على خلايا عصبية شبكية لكلتا العينين مرتبطة بصريا القشر البصري القفوي، يعني كل منطقة إلى تمثيلها محدد تماما في منطقة القشر. المنطقة هي تمثل المنطقة محددة من الشبكية، مو أي منطقة، منطقة محددة. فتتم بهذا الشكل رؤية جسم واحد. نسمي النقاط من شبكتي العينين المرتبطة مع بعضها بصريا في القشر البصري بالنقاط الشبكية المتوافقة، يعني النقاط الشبكية الشبكية مرتبطة مع قشر البصري، هدول في عندنا توافق بصري، توافق شبكي طبيعي. أهم شيء عندنا نقطتين بالعين اللي بدنا يتوافقوا بين القشر وبين الشبكية، هن منطقة الوسط. هلأ من الشغلات اللي ممكن بالشغلات اللي حتى يتطور الدمج والرؤية المشتركة للعينين، في إنه شروط لازم يكون في وضعية صحيحة للعينين، يعني ما في حوالي منشان تتشكل الأجسام خيالات الأجسام المرئية على نقاط شبكية متوافقة. ثاني شيء لازم يكون قدرة بصرية جيدة بالعينين لحتى تتشكل أخيرة واضحة على الشبكية وبالتالي على ما يمثلها في القشور. هلا اذا كان في تفاوت انكسار بين العينين، يعني عين فيها مثلا مد عالي وعين فيها مد خفيف او ما فيها مد ابدا، فهون حتكون الصور مختلفه، وبالتالي يصعب على الدماغ انه يقدر يطبق صورتين على بعض، وهون يمكن يصير الخلل. الرؤيه المشتركه بالعينين تبدا بعمر 6 شهور، وبدأ ما تشكلت بتبقى موجودة إلى كل العمر. إذا كان صار ما يعيق هذه الرؤية خلال تحت 9 سنوات، فممكن تشكل الغطش. أما إذا حدث ما يوقع بعد البلوغ أو بعد 10 سنوات، فهون ما بصير بدأ ما أزن العائق، ما بصير غطش أبدا بعد العشرات، لا ما بصير غطش. هلا شو ممكن يصير اذا صار حول تحت الاطفال بتهب سن الاطفال مالي تحت العينين لسبب من الاسباب؟ هون دغري بتصير الغطش حتى ما يصير الشفاف. اما بالكبار بعد 10 سنين، بالبالغين اول ما بتصير حول اللي يكون شللي مثلا بسبب شلل عضلات العين او بسبب سكري، هون بتصير غطش وما بيروح، ما ممكن الجسم يتكيف عليه حتى نغطي العين أو نعمل العمل الجراحي. هلأ هون الدماغ بده يتكيف لما بصير في حوال أو بصير في ما بصير توافق، ما بصير رؤية واحدة بالعينين، المخ بده يتكيف حتى ما يصير غطاش أو حتى ما يصير ازدواج رؤية. يعني إذا مثلا عين في حوال فهون هيصير ازدواج رؤية، طيب المخ شو بده يساوي؟ إذا أجت صورتين فبصير في إشكال كبير، ما بيقدر الإنسان يعني يستمر، ممكن يدوخ ويتقايا ويوقع. هون المخ بيتغلب على هالشغلة إنه في له تكيفات هالحالة حتى ما يصير الإزعاجات هي، إما بيعمل عتمة في منطقة البقاء سكران، طبعا عتمة فيزيولوجية، يعني العتمة فيزيولوجية يعني ما بشوف أي تغيير تشريحي. ممكن يصير كبت يعني منعكس ناهي يسمح للقشر البصري بيتجاهل الأحساسات البصرية المسلمة من المنطقة الشبكية الغير مثبتة. عنا عين غير مثبتة حولها مائلة،
فبصير فيها كبت، يعني نهي عن قشر الدماغ لكل شيء يأتي من هذه العين، وبالتالي ما بتشوش على العين الثانية. فإن أول حالة العتمية بعد الكبت، هدول الحالتين. في عن الحالة الثالثة يعني المخ يتكيف مع الحالة وتوافق بشكل غير طبيعي. يعني المخ عنده مناطق إنها متوافقة بصريا مع الشبكية، مع المناطق الشبكية. يعني مثلا المنطقة الأنسية بتمثل بمنطقة كذا، المنطقة الوحشية بتمثل المنطقة العلوية، المنطقة السفلية، منطقة الخصرة، كل منطقة إلى منطقة توافقة في القشرة البصرية. فهون المخ أحيانا بيتلاعب بهذا التوافق فبيغير، يعني ممكن إنه اللطخة بدل ما تجي بالمنطقة اللي بتمثلها بالدماغ يحرفها شوي، فبصير عندنا توافق شبكي غير طبيعي. هذا التوافق الشبكي الطبيعي يعني المريض بصير بيشوف شيء من التجسيم، يعني مو تجسيم كامل، تجسيم ضعيف. المخ بيعمل الطريقة مشان يحاول إنه يقدر يعني يخلي رؤية أوضح. فهون إذا أجينا نحن صلحنا الحوال وعندنا صار توافق شبكية طبيعي، بصير شفاء، برد المخ بيرد بيغير، تمام؟ الشطور حبل خفيف، لأن في عنا بالحبل حبل أنسي، حبل وحشي، حبل علوي، حبل سفلي، حبل عمودي، حبل مائي، دوراني. يعني هلأ هون الشطور هو حبل خفي، يعني في حبل أنسي، في حبل وحشي، في حبل علوي، ولكن لا يظهر بشكل دائم. يعني المريض المصاب عنده بينظر للشيء، فبدائي بصير عنده لما بيتلهى يعني بصير صورتين، فبيجي بيفعل منعكس الدمج عنده، فبيدمج الصورة بجهد منعكس الدمج. لما انعكس الدمج هذا بيدمج الصورتين بصير ما في حوال. إذا أجينا غطينا عين كشفناها بسرعة، بالعينين اللي غطيناها مالت للوحشي أو للإنسي، هذا بنسميه شطور. وأحياناً بيظهر وقت التعب، يعني بيكون مثلاً بالصبح ما في شيء، تلاقي المساء صار لأي مالت سبب التعب والإرهاق، هذا اسمه شطور. في عندنا شطور عمودي وشطور أفقي. الشطور الأفقي أقل إزعاجاً من الشطور العمودي. لأن الشطور ممكن نقيسه إنه نعرف بمنعكس التغطية، التغطية المتناوبة، يعني بنحط إذنا على العين ونغطيها، بنوجه مركز إضاءة ضوء على العين، فبتلاقي مثلا الضوء على الحدقة، على مركز الحدقة بين، نرفع إذنا بنلاقي العين الثانية بده يدمج الصورة، فبتجي مثلا من الوحشي للإنسي، هون بنقول شطور وحشي. جينا غطينا العين وحطينا ضوء أو بيل، لقينا على العين اليسرى مثلاً، لنفرض مريض ثاني، كان منعكس الإضاءة على مركز الحدقة اليسرى مثلاً، رفعنا إذنا على اليمنى بعد ما غطيناها، لقينا تحركت من الإنسي للوحشي، من الإنسي للمركز، لركز فيها، ومنقول هذا شطور مادي، شطور إنسي، شطور إنسي، شطور إنسي، هذاك شطور وحشي. إذا كانت تحركت للآلة، من الآلة للأسفل منقول شطور علوي، إذا تحركت من الأسفل للآلة منقول شطور سفلي. فهون حسب اختبار التغطية ممكن تعطينا نوعية الشطور. أما إذا بدنا نقيس درجة الشطور، فهون نستعمل المؤشير، نستعمل المؤشير بحيث إنه نعدل، نتم نحط مؤشور دام العين أحد العينين حتى ما يصير شطور. فالدرجة المشهور اللي بتمنع حدوث الشطور هي درجة، تكون درجة الشطور.
هون شو العلاج؟ علاج بالتمارين أول شيء. أول شيء إذا كان شطور خفيف ما في حاجة للمعالجة، إذا كان شطور عالي الدرجة ممكن نعمله عمل جراحي، أو إذا كان شطور متوسط الدرجة ممكن نعمله تمارين. التمارين هي إنه نخليه ينظر لهدف قريب، نربو على أنفه وبعده بحيث إن المريض يفعل الحركة مثلا أنسية، عضلات أنسية مثل عم مرن إيديه يعني. فمع الوقت اليوم إذا عملنا 20 مرة على عدة أشهر وممكن إنه يخف درجة الشروط. هلا إذا كان ما خفت وتم درجته عالية والمريض عم بينزعج منه عم بسبب له صداع وإرهاق وتعب بالدراسة، ممكن نعالجه جراحيا يعني. الشطور العمودي غالبا ما بيتحسن وغالبا يحتاج جراحة، لأنه بيعمل إزعاج للمريض كثير أكثر من الشطور الأفقي. هذا أختي جناح مع دكتور قياس الشطور للرؤية القريبة. هل أن الحوال المتوافق؟ شو يعني حوال المتوافق اللاشلالي؟ حوال المتوافق يعني العين تتحرك بكل الجهات، بكل الجهات حكام بشكل حر ويتوافق بكل الاتجاهات. الأمراض هي أن نقص قدرة بصرية في أحد العينين سبب خلل انكسار، أو بيكون في خلل توازن عضلي. يعني أحيانا نديك مرة عم نعمل لطفل عملية حوال لأن عضلة الأنسية بس لأحد العينين عادية، العضلة الثانية كتير كتير الدبل هذيك قوية جدا. هون احنا عرفنا انه السبب انه في عدم توازي عضلي، يعني هون سببه انه عضلة ضخمة اكثر من العادي فشدت لين الانسي اكثر، فده اسمه بيساوي خلل توازن عضلي. ممكن يصير الحوال بسبب الجهد المتواصل المبذول للمطابقة لدى بعض مديدي البصر، تمييز واضحة للقريب والبعيد. في عنا مثل ما حكينا أمس، حكيت لكم يمكن بالدرس إنه كل درجة من المطابقة بدها بتقابلها درجين من التقريب. فلما بيكون في جهد عالي جدا جدا من المطابقة بسبب مد بصر، فبده يساوي تقارب من أقصى الكونفرجنس التقريب كتير، فممكن يصير مع الوقت إنه تنحرف أحد العينين مشان إنه ما تقدر تتحمل هذا الجهد اللي بدها تعمله. هذا اسمه حوال متوافق. في عنا أنسي وفي عنا وحشي. الحوال الأنسي هو أكثر مشاهدة، الحوال الوحشي غالبا بيتواجد عند حصيري البصر، والحوال الأنسي غالبا بيتواجد عند مديدي البصر. العين المائلة هي غالبا العين الضعيفة. الغمش الحوالي انه العين اللي هي بتنحرف هي بتكون القدرة البصرية فيها اقل من العين الطبيعية وبتكون ضعيفة الرؤية، وهذا بنسميه غمش. تشخيص الحوال، تشخيص الحوال انه هنا بنحط منبه ضوئي قدام العين، فبنلاقي عين منعكس الضوء عليها بمركز الحدقه، وعين بنلاقي على حافه الحدقه، او بنلاقي مثلا بين الحدقه بين حافه الحدقه وبين عند بين اللم. احيانا بنلاقي منعكس الضوء عند اللم وعين الثانيه مركزه. فهون اذا بدنا نقيس من بشكل تقريبي، مثلا بنقول إذا كان لقينا المنعكس على حرف الحدقة، حافة الحدقة، بنقول هذا عنده 15 درجة أو 30 كسيرة بنشورية. إذا لقينا بين حرف الحدقة وبين اللم بنقول والله تقريبا في شيء 30 درجة، درجة أو 60 درجة مشورية. إذا لقينا المنعكس على حافة اللم فهون بيكون 45 درجة، درجة حوال، أو 90 درجة موسورية. هذا بيكون عالي جدا حوال، وممكن يكون حتى بعد اللم يكون العين كتير كتير.
القياس الثاني الدقيق أكثر هو بالمؤشير المؤشور، هو بنحط درجة مؤشير من تم نزيدها حتى العين يروح الحوال. هي درجة المؤشور اللي بتروح الحوال هي بتكون هي بتعطينا قديش مقدار درجات الميلان. أصبح لنا القياس دائما تحول شيء باختبار التغطية مع المؤشير، تحديد مكان منعكس طويع يعني متمنى على حافة الحدقة أو المسافة اللي بعدها مثل هون 20 45 70 إلى آخره. العلاج العلاج الحول الإنسي، أول شيء بنشوف إذا كان سببه سوء انكسار، مثلا تفاوت سوء انكسار، فهون ممكن نوصف النظارة. إذا كان بعد التتاء النظارة بشهر يعاد فحص الحوال، إذا كان زالت الحوال نهائيا فبكون حوال تطابقي ولا يحتاج جراحة، فلا يجب استخدام دائما النظارة. إذا لقينا نقص زاوية الحوال وما راحت، هون بدنا نعمل جراحة ونظارة. إذا كان حطينا النظارة وما تغيرت زاوية الحوال أبدا أبدا، هون بيكون العلاج لا تطابقي وعلاجه جراحة. هلا شلون بدنا ان نعالج الغطش؟ الغطش بنعالجه بالتغطيه، نغطي العين القويه حتى الطفل يعتمد على العين الثانيه، وبالتالي الدماغ ممكن انه يحسن الرؤيه فيها، ومن بعد فتره بنكشف فبتصير الرؤيه مقبوله بالعينتين. العلاج الجراحي حسب زاوية الحوال، احنا بصير فيه تأخير للعضلات بإضعافها أو تقصيرها تقويتها. إذا كان الحوال الأنسي مثلا ممكن إنه العضلة الأنسية نضاعفها ونقوي العضلة الوحشية، والعكس صحيح في حالة الحوال الوحشي. هون اختبار التغطية من شان علاج القماش. الحول الشللي، الحول الشللي هو الحول لا تطابقي، يعني حول شللي لا تطابقي. ما سببه المطابقة؟ شو بتكير تحدد حركة العين ناحية العضلة اللي مصابة بالشلل. فالمريض بنطلب منه انه يتحرك عينتينه ناحية اليمين، ناحية اليسار، ناحية الأعلى، ناحية الأسفل، فمنلاقي في عين واحدة العين لا تتحرك ناحية العضلة المصابة بالشلل. وقد يكون في تثبيت بالعينتين يعني بهالحالة هي. فهون بصير الطفل أو المصاب بيصاب بالشفاء عند النظر باتجاه العضلة المصابة بالشلل. هون ازدواج الرؤية هون له علاج انه بالتغطية بالكبار، يعني بالنسبة للكبار. هون عفوا هون شو كاتبين؟ نفترض مريض يثبت جسمه ما بين ايده السبعين وبتون عينه يمنى من حريفه الجنسي. نعم، هلا هون بالنسبة للأطفال بالحبل الشلي للأطفال له غير الكبار. الأطفال بتصير العين المصابة بصير فيها منعكسات انه ما يصير شفاء فيها، بصير مثل نوع من الغطش. اذا كان الشلال ممكن يساوي نوع من الغطش الجزئي، يعني عرفت كيف؟ وممكن الطفل ياخذ وضعيه الراس المعيبه حاله الحوال الشللي. شلل العصب القحفي الثالث شو بيساوي؟ تير جرانيال نيرفز.
بصير عندنا العضلات اللي عم يغذيها. شو هي العضلات اللي عم يغذيها العصب التالي؟ شو عندنا؟ أول شيء رافعة الجفن، فبده يصير عنده ارتخاء جفن، انسدال. عندنا اللي بيغذي العنسية مثلا عضلات الأنسية، فبصير حول وحشي. بيغذي المستقيمة العلوية والسفلية، فبصير لي ما بتطلع للأعلى والأسفل. بيغذي الحدقة، فالحدقة ما بتتفاعل وبصير انسدال. وهون ما شرط نلاقي كل الانسدال، أحيانا بنلاقي شغلات كانت إصابة بنفس العصب، في العصب ما إصابته كاملة، بنلاقي بعض الشغلات. يعني ممكن نلاقي حول وحشي مثلا مع انسدال أو بدون انسدال وهيك يعني. لأن الشلل المكتسب مثل ما قلنا بيكون جزئي أو تام، وقد يصيب العضلات العينية الخارجية فقط أو العضلات العينية الخارجية والداخلية. العضلات العينية الخارجية والداخلية مقصود فيها عضلات الحدق مقبضة وموسعة الحدق. عادة شلل العصب التالي بالكبار المكتسب عادة يتحسن بعد عدة أسابيع. وين بصير؟ آفات جذع الدماغ، تنازلات، التهابات السحايا، التهابات الدماغ إلى آخره، آفات أمراض الدماغ. هلا غالبا بنلاقي العصب الثالث نحن بصير كتير بالسكري، هو والسادس تمام، بصير بالسكري. هذول أكثر الحالات اللي بنشوفها، أما الحالات الثانية بتكون قليلة، بيكون المريض يعني بيكون يعني عم بيعالج شغلات ثانية وما له بوارد عينه. هلا عندنا شلل العصب القحفي الرابع، شلل العصب القحفي الرابع شو بده يساوي؟ شو ممكن يساوي أعراض؟ هون العين بتصير شلل العضلة المنحرفة، يتميز شلل العضلة المنحرفة العلوية بتحدد الخفض أثناء التقريب. العين المصابة خايفة الألعاب في العضلة بديل النظر، كما شاهدت العين المصابة فرط نشاط العضلة المنحرفة السفلية الثانوية لشلل العضلة المنحرفة العلوية. هلا هدول بتقروهم حاولوا تفهمون. شلل العضلة القحفي السادس هذا مهم، إنه العين بتروح للأنسي، أصبح شلل العضل شلل العصب السادس العين يؤدي إلى حدوث حول أنسي سبب شلل المستقيم الوحشية. شلل العصب السادس في ولادي وفي مكتسب وكتير كتير بتصير، يعني يمكن ما في شهر إلا بتمر علينا عدة حالات سببه إنه السير العصب السادس مساره طويل في القحف وبيتعرض كتير كتير للإصابات، وغالبا بيشفى لحاله. طبعا هون لما بصير في شلل عصب سادس أو ثالث أو رابع لازم ناخذ رأي طبيب العصبية مشان ما يكون في سبب مركزي. هيك بكون تقريبا خلصنا إن شاء الله. طبعا الابحاث معقده شويه، يعني بتامل انه هيك تقروها منيح، واذا في اي اشكالات ان شاء الله بنحكي فيها. بتحبوا نعمل لكم محاضره من شان انه قبل الفحص او ايمتى ما بتحبوا نناقش فيها بعض الامور اللي ما بتفهموها من الكتاب، وبتامل انه تركزوا على الشغلات اللي ركزنا عليها. واذا في سؤال هلا حدا يتفضلوا. الله يجزيك الخير دكتورنا، يعطيك العافية يا رب. الله يعافيكم. هلا يكون خلصنا إن شاء الله. إمتى الفحص؟ ب17 شهر مو هيك؟ راح يبدأ 14، أول ما يبدأ 14. فحص العينية إمتى؟
21 حكيم. طيب ان شاء الله الله يكبيسركم يا رب ويوفقكم. على كل حال اذا حبيتوا اذا في حدا له اي اسئله او استفسارات ممكن نعمل جلسه سريعه قبل الفحص امتى ما بتحبوا نبحث فيها اي امر. انتوا رح تقروا هلا الكتاب ورح تركزوا على النقاط الرئيسيه، بتامل انه هيك انتوا تركزوا على الكتاب تحطوا علامات على اللي حكينا علينا على اللي حكيناهم بالدروس، واذا في اي استفسارات او اي شيء جاهزين. الله يعطيكم العافيه. معلش برزون. نعم حكيم، الطفل الصغير ايمت بلش بيشوف بشكل نظامي؟ يعني انت وقتنا على الشهر السادس بصير خياله على الشبكيه بالطرفين، ولا بيستطيع الرؤيه بشكل واضح؟ الرؤية وقت اللي بيخلق طبعا ما بيشوف، ما عنده تثبيت، إنه منعكس التثبيت بيبدأ بعد عدة أسابيع. يعني أول ما بيشوف ما بينتبه على شيء، حط إيدك قدامه وحط أي شيء ما بينتبه، تمام؟ حتى يتطور منعكس التثبيت بده 3-4 أسابيع، بصير يعني شوي هيك بيلحق الطرف اللي ما بيتابعه. يعني إذا بجيته بيل مثلا بيطلع عليه وما بيتابعه، ما بده يتابعه، حرك إيدك ما بيطلع عليه وما بيتابعه. بثلاث أشهر بيشتد أكثر، بست أشهر بيقدر يثبت عليه ويلحقه. يعني تحطيت له هذا مثلا أمه أجت قدامه الولد، فمنعكس التثبيت عم بيتطور بحيث إنه يركز عليه ويلحقه. يعني راحت على اليمين راحت على اليسار بعدت قربت، يعني صار عنده بلشت الرؤية المفردة بالعينين، صار يشوفها بصورة واحدة وصار يتابعها لأنه تطور عنده منعكس التثبيت. عرفت كيف؟ فهون بست اشهر نحن اصلا الحوال غالبا ما بنقرر الحوال او عمليات حوال بالست اشهر عاده، لانه بتكون هي الفتره لازم يكون تطور عنده منعكس تثبيت بشكل جيد. ايوه تمام حكيم، يعني بعد 6 شهور بنقول ممكن طفل يصاب بالغمش. بقيمه انه عنده حوال ولا لا، اما قبل من لساتنا بنبقى ما مقرر تماما. تمام حكيم، يعطيك العافية. كنت بس ملاحظة صغيرة انه في عندك نحن مجال الرؤية عند الانسان، مجال الرؤية بتكون تقريبا شي 200 درجة، يعني اذا اخذنا حوالينا نحن 360 درجة دائرة حوالينا، نحن بنشوف اذا عم نطلع لقدام 200 درجة، تمام؟ هي بسبب انه العينين على مسافة محددة، يعني مسافة انه عين بين عينتين، يعني لو اخذنا عين عين قد بيناتهم قد مسافة عين انه شوي 2.5 سم تقريبا، تمام؟ هلا هي بتعطينا مجال رؤية 200 درجة، هذول ال 200 درجة 125 درجة منهم فيهم رؤية مجسمة، يعني نحن بنشوف مجسم رؤية مجسم بقدر 120 درجة، وهي الحالة الضرورية للإنسان. يعني أنت عم تسوق سيارة لازم تشوف البعد الثالث، لازم تشوف رؤية استريوبسيس سموه المجسمة، يعني أنت ممكن عم تشوف قدامك سلطة صفراء وعم تشوف جنب السلطة الصفراء وهيك على بعد 120 درجة عندك رؤية مجسمة، عم تشوف عرض الطريق عرض الرصيف، عم تشوف الزلمة، عم تشوف السيارات اللي بجنبك، هي كلها فضل الناس ما فضل الرؤية المجسمة اللي الله خلقنا اللي هي بتقدر 120 درجة. لا هون أصبح هون عندنا نحن أي ما مذكور بدك أعطيك بس هيك للمعرفة إن إحنا عندنا 200 درجة، هدول 125 درجة، أمثل الثانيات هدول غير مجسمة، وهدول أنا أصلا ما بنحتاجهم. إذا أنت عم تسوق سيارة إذا حركت راسك تقدر تشوف مجسم هون، عرفت كيف؟ هي ميزة الإنسان الله خلقه إنه بيحرك راسه يمين بيحرك راسه يسار صار شاف رؤية مجسمة تقريبا كل الحالات. أما بالنسبة مثلا ناخذ مثال الأرنب مثلا كحيوان، يعني هلا الارنب بتعرف عنده العينتين مو على مسافه مثل ما نحن، يعني عنده مسافه كبيره بين العينتين، هون المسافه الكبيره بين العينتين تعطيه مجال رؤيه اكبر، تعطيه مجال رؤيه 350 درجه من 360، يعني بشوفه حوالي 350 درجه بس، ما بشوف رؤيه مجسمه غير 30 درجه بس 30 درجه. فهو الأرنب لا بده يسوق سيارة ولا بده شيء، بهمه إنه ينفذ من الأعداء، هو بيشوف مقدار أكبر من الرؤية، فهي العين بتشوف
كل المساحة واسعة، وهي بتشوف مساحة واسعة بيتقاطعوا بمجال 30 درجة رؤية مجسمة عند العرب، بس هي اللي بده اياها رؤية يعني مجسمة. هي ما بت هو ما بيهمه كثير الأمر هذا، لأنه لا بيقرأ ولا بيكتب، بيهمه يمشي قدام بشكل جيد. أما لما بيهمه يشوف من أجناب كل أعدائه، فبيشوف 350 درجة، بعدين ما بيحسن يحرك رأسه. تمام، مشكور حكيم، الله يعطيك العافية.